يا هلا. رد من دفن عمر لا يقول اني ما قبلت الميزان. انت ما قبلتها؟ لا ما قبلت. ليه؟ ها؟ بس يا رجال. في رجل او لا. شلون؟ في رجل او لا. حبيبي الكلام خلاص انتهى ابراهيمات، ما فيه اولى. مو قصة ابراهيمات، خلاص يا رجال بكره ان شاء الله في المطبخ نياك ان شاء الله نربح ال 400. بس ولو خلاص احنا من اول يوم نقول يا شباب في اولى. والله شوف انا خلاص مقصدنا يوم نقول في اولى الاثاره اول برنامج مقصدنا نعزز اخويانا الرصيد القريب. الحين انت ابراهيمات معك انا، لكن مثل ما قلت لك انا حاط امرا في راسي، فهمت؟ لا خلاص ما اما اخذها انا ولا خلي الرجال يحملها. الجامعة امور لو طلب ان شاء الله يعني بكره وجهها امور هذا بطلب 50% عادي حقك ولازم اسمع حقك. وانا كمالك مطعم لازم اوافق عشان انقذ الشركه. في الاخير انا ما دفعت من ريالي شيء، صح ولا لا؟ قصدي ما دفعت من فلوسي شيء. فانا اللي بوصل له انه لازم اوافق. انا لو يدخل لي ريال مستفيد. يعني صالح بكره ما شاء الله هو رسميا بحول الله قوته رئيس بلدية. جاني قبل شويه يا محمد قلت انسى لو يدخل رأي، انسى انسى انتهى موضوع. لو يدخل ايش؟ يعني عشان يوظفني يا رجل عشان يوظفني في بلدية. ايه؟ قلت انسى انسى ما في. خلنا خل خلاص والله لو يوظفني بعشرة لواحد. وجهة نظر. انا ابغى وجهة نظرك احترم. ابغى ريال. بين الله وجهك يا محمد. ابغى ريال واحد. ان شاء الله ما في خسارة، المهم ان شاء الله ما في خسارة. خسارة انسى باذن الله ما في خسارة. لو يدخل لي 80 ريال 70 ريال انا مستفيد. ايه؟ نعم نعم كلامك انت في عين العقل. السلام عليك. شو اسمه الشله اللي سجلتها البارح؟ يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هذه شيء جديد يا عيال. نيف هذه شيء نيف نيف ما ادري والله من محمد حضر شابور. لا بس بس يعني انت بتشوفني دخول مباشر. انا صار مع الرجال تدخل دخول. طيب خذ شكرا ما ابي يا اخي. لا ترضيني يا اسلم اسلم اسولف مع الرجال. سالت علي؟ لا اقول لك هذه اللي بعد سجلتها. انت طلعت بعد ابراهيم مباشره. بعد ابراهيم جاني ذول قالوا بسرعه. كلمات من؟ راجح بالله كويس. فتشينا ان شاء الله في الديوانيه يوم الثلاث عرفت. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا وقتنا طيب ما ندري ولكن ما رحت ما احنا عددنا 14 كثير يعني حتى الهامور فرصته الحصول عليه عرفت 5% ضئيلة جدا ضئيلة. لا أقل من 5% أنا أعتبرها 25 إلى 30 30% ممكن واحد يطلع. ما في كلام ضئيلة. الحظ الحظ بيجيك يلا يسوقه. عيب بس فرصة. هاي فرصة أول يوم كان عددنا 20 مدري 24 باقي يا حمود. كيف تشيل الباقي هذاك؟ أشيل مالك هم. ولو جاء مضطر المطعم يوافق ما ينزل أسعار أبد. أيوه لازم يوافق يا رجال. لو يطلع لي ربح 10 ريال والله إني مستفيد. لو يقولوا محمد 10% اخذ 10 ريال اقول له الله اكبر يا سلام. لا عاد بخبركم حاجه ان انتم فاقدين معلومتها. قبل اخبرك في بشاره. واحد من الشباب. وشو؟ موجود معنا هنا. ايوه بشارة الله موجود الله. موجود يستاهل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ايه يستاهل. جيب بشارة اللي واحد من الخمسة هذول. من الخمسة هذول عسى يكون انت ان شاء الله. ان شاء الله بس ما هو بنا محمد عثمان ان شاء الله. واحد منا بعد البرنامج ايوه بيوقع عقد مع مسلسل المجد طويل جاكي. نداري شي جاكي اخوك يوم جاوة الدنانة. ايه انت عندك مسلسل ابشرك ما شاء الله بعد برنامج مسلسل هادف. الله عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا
ارقبته ارقبته يا بابان ارقبته يا ولد ركبت رجال خلاص خلاص تستاهل مسلسل وشو والله ما عاد ابشرك انت مسلسل وشو ابشرك المسلسل هذا استاهل والله الحمد لله الله يرضى ان شاء الله ما ادري برمضان او قبل رمضان الله يوفقك يا قبل رمضان احنا بسيط يوسف كل خير يا الله يوفقك ترى سيبكم بعض احنا بسيط يوسف ساي انت ايش مشتك تجي تدور الشاي لا انت شارت المسلسل خلاص ايش هي انا شارت موفق يا طويل انت شارت المسلسل وانا كومبارس خلاص انا شارت المسلسل من الحين بس قلت خلني اشوف الفرصه المناسبه يلا اليوم جاي الدنانه تستاهل والله يا دكي والله العظيم تستاهل شرب من عندي والله كان ودي والله اجمع العيال واقول لهم بس خبر عددنا قليل وتالي يصعب تجمعتهم قبل بتجيب مواجهة للدنانة عشان يقولون اخبار زينة من مع الكود حقه؟ اترك مسكت انا اقول منهم لو داري حجرك بالليل الله يوفقك ان شاء الله امين الحمد لله اف يا مها ماهب ترضى موقف الذنب والهون الله جعل فيها الكرامة غريزة سالم يا كون في رسل حرام اقبال محمد ان شاء الله اقبال محمد والله تستاهل اقبالك ان شاء الله والله يوفقك يا طويل العمر الله يا كريم والله اي والله الله العظيم شوف ما شاء الله تبارك الله تعالك تحطها في الارض يا شباب من هناك من هناك ما في احد ما تبغى الله تعالى بشر وقعت خلاص انا التوقيع انا التوقيع يا بطل يا ترى قال لك يا احمد ثبت الضوء اعرف واحد كان سبحان الله ثبت الضوء وانا حرق تستاهل والله حبيبي اسمع تعال اعلمك شيء اعلمك شيء في واحد كان في واحد كان ثبت الضوء حلو وانحرقت يده يا محمد لا تقاطعني لاني انا قاعد اقول سالفه لا لا لازم انت تكون فيه تعال تعال كذا كذا عشان حمودي 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 بعد قلبي بالله اجسوا ترى يشب اثنين النار اشرق الله اذا كثر الطبابيخ احترقت الطبخ هذا واحد كان يشب الضوء محمد ذهلي تعال نبه لازم تعرف السالفه تعال في واحد كان بيشب الضوء يوم من الايام وانحرقت يده خلاص وكان امنيته يمثل في مسلسل وكانت حالته مترديه جدا حلو خلاص يجي يوم من الايام خلاص وحالته النفسيه سيئه جدا ويجي ذاك اليوم بيسافر من مدينه لمدينه يوقف مع كداد حلو كلام حلو وقف مع الكداد يمرك مع الكداد اللي الكداد يسولف معه وش فيك ما وش فيك قال كذا كذا قال قول لا حول ولا قوه الا بالله قول الحمد لله واذكر الله وان شاء الله من خير لكم من هذا الكلام نزل من عند الكداد حلو وصل لبيتهم يوم وصل بيتهم فك التلفزيون لقى ايش قناه مين بدايه لقى قناه بدايه يوم لقى مجلس خنسول يوم لقى قناه بدايه فكه تخيل الادمي محروق هيد ومشغل عين خلاص ولا لقى ذا المهم يوم فك قناه بدايه وش شغل لقى في قناه بدايه خلاص لقى ايش دخل على عيد لقى قناه عياد اي قناه عياد قناه بدايه مشغلين عيد وتتيسر اموره وترجع يده زي ما كانت وتنفتح له باب الرزق من حيث لا يعلم شفت انا لو رجل من كسر حلو اسمع اسمع ما سمعت عيدي ايش بالعكس تطيب لا محمد سيد تشغل عيدي محمد سيد والله اطفي انوار القريه محمد سيد مالك من اشغله اشغله محمد سيد تشغل عيدي اطفي انوار القريه اول لعبه محمد سيد شغلها مالك من شغلها مالك من انا الاسبوع هذا اسبوعي ابغى اخلي عيدي شغل يا محمد سيد شفت الكنترول هذا ترى عندي بازوكه تحت السرير محمد سيد مالك مالك من اشوف شغله محمد اشوف يهددك انت خليك رجال ترى يهددك مالك من اشغلها بس شغل يا محمد سيد شوف يهددك ترى تسوي انه خايفين من اشغلها نصيحه لا توضح انك خايف لا توضح انك خايف محمد سيد محمد سيد لا يغويك هذا نصيحه ما تشغل نصيحه شغل مالك من وري الحين الناس كلها برا الله ان محمد سيد خايف من مني والله مدري يتكلمون عنك في تويتر بعدين توصل ترند يتكلمون عنك شغلها محمد سيد شغله ترى انقز وارق الضلع ولا علي خصم ما لي دخل تحملون انت محمد سيد محمد سيد مالك من شغلها نصيحه عشان لا يقول انك خايف ومفجوع منه انت اقوى وافضل شغلها نصيحه شغلها شغلها ولا عليك من شغلها محمد سيد شفت القعود هذا خليه يدخل عليكم بالكنترول يرثى بكم شوف بدا يهدد نصيحه شغلها شوف يهدد شفت شفت شوف قدان جتكم بلي ما اقول يعني انتبهوا ها محمد سيد شوف بقول لك شيء ما عليك زين تفهمون على بعض
عطى عطى افهم انا وياك على بعض. انت فهمتني على طول. لا انت فهمت هذيك قبل. شوف خشت محمد سيد. محمد سيد جاتكم يا محمد سيد. محمد سيد في واحد هنا قاعد يولع الضوء. ما يتولع الضوء الا اشتغلت ايديها. اشتغلت ايديها طول تولى. سبحان الله سبحان الله. يعني حتى اللي عنده اختبارات اذا سمعوا ايدي ترى ينجحون. ما تدري محمد سيد. سالم انت نظرك ضعيف صح؟ نظرك ضعيف صح؟ اسمع عيدي ان شاء الله الطيب. ها اسمع عيدي ان شاء الله الطيب ولد. ايش الشفاء من الله؟ اي داري بس يعني مو خلنا بعيدي. ايه والله انها تطرب. بغيت الصد ايش؟ والله انها تطرب. وهنيك هذا هو يعمل لك صح؟ ما قلنا شيء يا ولد. كل شيء سمعناه بالقريه كل شيء يطرب. بالله وش قالك دكتور؟ لازم اقابل دالتي وتراب. بالعكس ما قد طلبتها. ايش؟ ما قد طلبتها. هم يشغلونها. لا يا شيخ جابهم يطلبونها. انا داري انك ما تروح تطلبها. انت تروح عندهم في الاعداد بعد البث. من ايه؟ من ايه؟ ها تعال في علوم زين. امشي امشي في علوم زين. اي 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 سعد سعد تعال تعال. داري داري تعال والله داري. دعد 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 يعد 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 شباب يعد يعني صح. ايه يعني ايش؟ صح عندكم؟ والله والله اليعده يعني الغنم. اوه لا بالله لا تقولوا يعني. سعد اعطيك تحت السياره. افتح السياره. افتح السياره. افتح السياره. اعطي الجمس. لا تعطيه لا تعطيه. يقلبه هذا. هذا يقلبه. سعد يا الله. طيب شبيت النار ما حد جلس عنده. اجلسوا هنا. ترى الطويل ايش راح يجيب الشاي والقهوه؟ جاسم تعال هني يا جاسم. اطرش لك السواق. واذا يان السواق تجي معاه هني. جاسم انا حكيك. انا اخوك العود. تعال هني. واذا انت اخوي احترم اخوك العود. تعال هني. انا مختلف من زمان لكن الحين للاسف ماكو احترام. حسين حسين سكتة قلبية لحسين. حسين قبل ما تنتقل لرحمة الله حاب اقول لك شنو؟ ان شاء الله انا كله رحمة الله بس عقب عمر طويل. حاب اقول لك شنو؟ دقيقة ما تموت عطني وجه بس. ايوه ايوه بقول لك كم بدنا نطح. ياسم حسين منين؟ شو اللي سويته؟ منين؟ ولعبت علي وحاطني اياها في راسك لكن للاسف انا افهم في الدنيا وانا واعي. تنتن دقيقه بس انا واعي. لا هو بيموت الحين. يلا موت. يا دقيقه دقيقه يا عاد استعد عاد عاد. وانا مو ياهل للاسف. كنت احتبرني انت ياهل لكن انا عارف كل شيء في الدنيا وانا ادير اموري بنفسي. منو باقي موت موت بس هذا قلت درس التسع تحية. لا انت معنا بروح بروح مكان. ايش سعد حسن اللي بيجي بقال انا اخوك الثاني المحترم. اني ايه ما انا المحترم ما يليق عليك والله. لا بدو والله. تعال تعال اسمع تعال تعال. شو اسوي بدوي؟ ايش يلا مسلسل بدوي. يلا مسلسل بدوي. الممثلين مو عرب. ايش اسمك؟ ايش؟ يا عريم. عريم اسمي عريم. الله الله والله انه عريم. يا عريم محمد ذولي تعال ممثل مسلسل بدوي. يا عريم هي. يا هلا يا ذولي تشب النار وترد. لازم ينتقم من هذا. لا تتكلم ليه مسلسل بدوي. ما احنا زياده لك اللي والله في غلط في الموضوع. الله 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 في غلط في الموضوع يا جماعه الخير. ايش؟ عديم وتشب 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 وشوي تطفى. عديم يلا عديم يلا والله يشب يا ضاحي حبيبي. يا ضاحي تشب النار والله تنشب. يا ضاحي اشترك في تطبيق شباب النار. يا ضاحي في تطبيق شدي. يا ضاحي خلاص بتشب بتشب لك النار. بتشب 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 دقيقه. يا ضاحي ضارب يضربك ان شاء الله. يا ضاحي قل له يشب النار ويحكر الدله. حفر لك الدله يا طويل العمر. عمر ايش؟ ما ادري وش تقول انت. قل له قل له وصنقر يعني قل له صنقر. هي حلوه؟ طيب هي حلوه بس فمنا قحطان. طيب وش كنت بقول لك؟ يا هذاك اللي ماشي قدامي منه. ايه ايه عرفت هذاك اللي ماشي مين؟ بالصدق والله ما اعرف المسلسل. لا بدوي احنا ذلك ذا هذاك اللي هناك. اسمع اعطيك قصه؟ اعطيني قصه. ايه بس قصه رسميه الموضوع ابي شيء يضحك. شايف؟ يضحك. ابشر موقف لك يضحك. موقف يضحك؟ ايه شوف مو موقف انا عندي قصص. الافلام الافلام اللي انا اسويها لك شنات.
انا اعلمك سالفه. هذا مره من المرات كنت اعلمك انا من الناس اللي موسوسين. حلو، جيت بسافر من مدينه، خلاص ليش ها من مدينه الى مدينه. وقتها كان عندي حفل المدينه المنوره. جلست احسب انا من مسافر. تعرف انت تعرفني اصلا، مستحيل اعطي خمسه قبل ما انام. انا بالبلديه كم تعرفني في البلديه يوم قلت بوظف بالناس بعدد قليل. والله العظيم اني داري انك بتزيد النسبه. انا اصلا أنا كل الشباب عارفين اني بزيد النسبه، مستحيل اخسر خوياي، مستحيل 1%. وين مين؟ اخي لاحظ الحين جاي اسمع. المهم لا والله العظيم اني مسافر، كنت بسافر من مدينه لمدينه. شكرا حماده. أنا كنت بسافر على المدينة المنورة وقتها. فاللي صار إن يوم جيت نازل المطار جاء أخوي وصيني، قال لي يا فارس، قلت له كان انتبه على نفسك وانتبه على نفسك. وقتها كان في قضية المشاكل اللي صايرة، ويوم جيت عند المطار كان ممنوع إنك تخش المطار إلا تطلع البوردنج حقك وتطلع ذا التذكرة وتخش. يدرون أنت مسافر. إي إذا ما أنت مسافر ما تخاش أنت. وانا اخوي قال انتبه وما انتبه وما ادري، انا ماني داري، انا وقت دوبي صاحي من النوم ووسوست جاني بلا بلا رجل. يا وجلست قصيت البوردنج، خلاص قصيت البوردنج، مو تذكر البوردنج. ثم جلست، قال والله جلس جنبي ذاك الهندي. حلو قهو قهو قهو. يوم جلس جنبي قال والله الهندي ذا طال عمرك، كل ما اقوم قام، كل ما جلس جلس قهو شاي شاي يقلدك. حلو، كل ما اقوم قام، كل ما جلس جلس، كل ما رحت راح وراي يقلدك. هي يا ولد وانا ماني داري ايش الرجال ذا، وانا خرجت منه عرفت؟ عارف العمر اقول لك ايش؟ تاخرت الطياره. ايش؟ تاخرت الطياره. مو تاخرت. يسلم. ما ادري انا الرجال وسوست، قلت يا ولد الرجال وش شكله يراقبني شكله ذا، ها؟ وجالس هو جنبي. ايش الجو؟ انا لا انا عش جو وسوسه. يوم ذا وتذكر اللي صاير، تذكر كلام اخوي انتبه وما انتبه والمشاكل اللي صاير عرفت؟ انا وقتها جاني وسواس غريب انه هذا الشخص حلو محمد خلاص اسمع سلام، ان الشخص هذا الغريب ان عنده بلاء بس ماني داري وش هو للحين. يوم جيت اقص البوردنج جاء وراي، جيت وراي قلت بغيت شيء لا بس يعني يتكلمني يكسر كلام انه بقص بوردنج ما بوردنج مو باع مبيع. اي قلت اوكي. قصيت البوردنج صح؟ اي يوم جلست رجال جلست جاء جلس جنبي، قلت اي والله يا الرجال انه عنده بلاء، وش عند الرجال ماني داري. يصرف الحين انا ابغى انفك منه. وش لابس هو؟ لابس بدلة. طلعنا الطيارة، يوم طلعنا الطيارة وجي أعطي الموظف في المقعد حقي، قال مقعد كنا جيت جلست. يوم جلست إلا مين جاء جنبي؟ الهندي. قلت إيه والله الرجال إنه يريد أن يطيح بي إنه عنده بلاء. حلو، وأنا أنخرش منه وأنا وسوس منه عرفت؟ المهم جلسنا، يوم جلسنا صرت أنا أتصحى عن إيش؟ على الإسلام. الإسلام دين يسر، فهمت الاسلام دي؟ عشان تفهمها ان الاسلام ما هو كذا. اي الاسلام مو كذا. شوي طال فيه قال انا مسلم. قلت اوكي انت مسلم حلو، اجل لا والله اللي في راسي انه صدق. ما عاد فيها. ناويني. ما بعد طارت الطياره. ما بعد طارت وانا موسوس. المهم وانا الرحله اسمع هذا ابن ابوك يا عقل. اي والله وانا موسوس منه. يا ولد الرجال مسلم، قلت الاسلام دين يسر. حسبي على اللي شوه سمعة الإسلام. اي والله حسبي الله عليه. اي والله حسبي الله. المهم قلت الإسلام، ترى انا بقول لك شيء، ترى انما المؤمنون اخوه نظام شط. لا الله البلشه. نظام تقرب من عدوك اكثر. اي المهم هو خاي، هو ولادي بيطلع فيه مستغرب من كلام. المهم طلعت الطياره الا اللي في واحد ثالث في الجهه اللي على اليسار، هو في النص وانا على الدريسه. صرت اجي من ورا من يده واصقع من؟ اصقع من؟ بس قاعد ذاك السعودي وطال فيه غمزله، فهمت؟ كان ايش فيه؟ فانا ماني عارف، ابغى اكلم انجليزي وماني عارف، وفي نفس الوقت وساكت وانا موسوس، والرجال الثاني طالع فيه ما يدري ايش فيه، طالع هذا مو داري. على شويه طلعنا، يوم وصلنا عند المدينه قبل ما توصل المدينه المنوره. حلو، طبعا مو بتفصل القصه زياده عشان اجي بعيد. تعرف المدينه سبحان الله لازم ما تقدر تخش على الحرم كذا، لازم تروح يسار، تحذف يسار الطياره عشان تروح المطار. اول ما بدت وانا انخرش. حلو، قال لادمي جاب يدخل يده في جيبه وانا قفطي من الخرجه. لادمي طالع، السعودي طالع فيا، انا طالع في البقاله، يقول طالع فيا، فهمت؟ والله ما تطلع ايدك. ايش؟ والله ما تطلع ايدك وانا اعطيه، فهمتي؟ خايف انه يسوي شيء. خايف انه يسوي شيء. يا مسلم هو محمد. يا محمد، انا محمد هذه فيها اما غلط الذيب ولا فقر، خلاص خربان خربانه. وانا بين. حلو، وامسك ايده يا صالح، وامسك ايده وامسك ايده. شويه للرجال جاء 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 المضيف. حلو، اسمع صياح بيننا. حلو،
ما قاعد اعطيك كلام كلام الله لا يعزك والله فرش ولا ايش فرش ولا لا والله قصدي هذا انا قديمه قد سمعتها وانا اعطيه من الكلام وسب اقول لك السب صار يمكن بس كرمت سمعتها من روحي غير اسمع اسمع انا اسمع الرجل المهم قال لي يوم جاء المضيف وجاء الدنيا وجاء يوم جاء المضيف سمعتها بروايه ثانيه يوم جاء المضيف والله يوم جاء براوي غير لا والله لا والله سولف سولف هذه سالفه نزلتها في السناب اول فعلمهم السب بس ما اقدر اقول التفاصيل فهمت يوم ابتدى قال لي يوم جاء المضيف قهوه حلو جاء المضيف قال ايش في ما في من هذا الكلام يا صالح تعال تعال ها تعال 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 تقول يوقع بس كفو ما شاء الله تفضل تستاهل والله يجيك تستاهل تستاهل مبروك والله تستاهل المهم تعال تعال اسلم الله يخرب ذا السالفه اللي عيت تنقال يا مسلم واحد جاي قهوي واحد جاي هناك يقاطع لا غلط منك انت ليش انا غلط مني اني اصلا اقسم بالله جيت هنا معاك الغلط منك الغلط منك انا اذا واحد تكلم انا التفت له وقلت لا 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 مو عارف بس يا اخي لان ما كان عندك حد المهم امسك يده اللي يمجى المضيف وش فيه ما وش فيه يا قلت يا ولد هذا فيه وما فيه عرفت الله لا الله قاعد تدعي عليه فهمتني شوي لما مسك الهندي يتكلم معه بانجليزي تخيل الهندي ايش طلع يبغى يوم طلع يده في جيبه وطلع يتكلم كذا وش سالفته في النهايه توقع ايش يبغى طلع الرجال عنده مرض في القلب وانفجع من الطياره طيب وش بيوم يتبع؟ حلو مو يتبعني ثري مو فاهم شيء مو عارف وين اروح فهمتني اول مره يطلع الطياره فهمتني وثري وراي ضعيف وانا احسنت سأت ام النيه فهمتني؟ حلوه حطيت اللي بيخطط على ايش؟ سواد قلب حطيت اللي بيطيح والله تذكرت بسالفه واحده سعد انت من توظفت؟ الرجال وش يسوي؟ يداوم في مزحميه جامعه طبعا ويشتغل رجال جيد ما شاء الله عليه لا انا خذ عليها شوي وصل له واحده معه القدية ابلش ابلش شنو والله اني قلت له بس الظاهر يقول اني ما تكلمت لي والله اني احسبك تقول له وشو؟ الوظيفة طيب السالفة؟ ها زين ما يصير انت قلت لا ولا؟ ها؟ انت الفاضل؟ خلصت السالفة قلت لك والله الله يسامحكم شو اول شيء والله اني قلت لك هجمات به والله اني قلت لك الشرط عليك قلت بي طلعتني كذي احسبك قلت هزيت راسك خلنا نعلمك الشرط عليهم كلهم حتى جكي المهم اشيل له رجال طالب في مطوع المهم الرجال يحتك الرجال يتحكحك وفي بلع ومعه كيس وشلها معه قال الرجال رفيزي قال اللي معك وشي قال كيس انا لابسي وراضي يتحكحك واخذ شوي مد نفسه ولابسه جيكيت وقام يتمغط اي خوي بلش به ركب الموت هذا يوم ركب قال وصلني قدام قال وين؟ قال عقب نزلني عند قديه عقب قديه كبري الاول يقربوا قال 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 اقول وصلني قال كم قال اقول لك وصلني بس شاف انه ركب ذا واكبر من ايش وبلش به يقول باخذ انا رايح من رايح من اصلا قلت باخذ بنطره اعطاني شيء ولا الله يستر عليه يقول واخذ شوي للرجال استغفر الله استغفر الله يضحك حق استغفر الله يقول ركبتني بس يقول والله العظيم اني انتفض انتفض يقول يا قلنا عند نقطة القدية يقول والله اني بغيت اوقف اقول الرجال ذا في بلا الرجال ذا في بلا يقول لكن ذلتني اني اوقف من اطرق اللي معه من ابلش به عرفت 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 نفسه والله شفت يقول ابتلشت به يقول بخليها قلت خلني اقلع الله يقلع قام وقفت عند الكوبري الاول طريقه مع طريق هو مع دي راب لكن وصل الرجال قبل رحنا طريق تركي يا بلاش به يا ولد انزل قال ماني بنازل وصلني قدام قال احنا متفقين هنا دربي منا قال ماني بنازل قال لحول وين تبي طيب قال ابي الكوبري اللي قدام حق بلاط كوبري قدام احنا متفقين جاي من مزحمية ايه جاي من مزحمية قال احنا متفقين على بلاط وش تبي منا قال اقول حرك قدام عدي وراي اشغال قال وراي اشغال يقول انا احرك الله يقول والله اوديه يقول اه خذيت شوي الرجال استغفر 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 يلتفت علي يتحك حك وكل شوي محركين جنبه الرجال لابس له كوت وبطره مليان وكيسه معه كيسه غامقه بعد قال انا بلاش به اخذت شوي قال استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله استغفر الله اخذ شوي يقول دق على امي دقت على امي يقول ها تبي شيء الداس يقول يقول الرجال يقطع انفاسه الاخيره يتوصي يوصي مودعها انت راضي تنعني يقول نداس انت راضي عني قالت لي والله هذه وش فيك امي؟ قالت لي شكت في بلا قال لا ما انا اسال نداس اسلم اسلم
اسلم ايه جايبين العيد في طيب اسلم ايه اسلم لا لا المهم خذ شوي الرجال يقول يا ابغى يقول اودع امي مودع اللي بيموت خلاص يقول يوم قدم عند كبري بلال فوقف قبل الكبري قال الرجال لا اشهد انا لا اله الا الله يقول افتح الباب الموت راح يمشي يقول لا اراديا قال التفت عليه ثم سكت ثم جلس يقول سكر الباب ثم قلت احنا عند الكبري يقول التفت عليه قلت انزل يقول يفتح الباب وياخذ الحاسبه حقت الحاسبه حقت الرياضيات ياخذها طال عمرك قال قلم تبيه قال والله ما ابيها خذ الله يستر عليك يقول يسكر الباب يقول الحمد لله رب العالمين هسه الحياه رجعت تقوله والله لكن تبى الصدق دقيقه يوقف عند الاشاره ويمشي للعالم الاشاره حمراء ورفيدي ما في الظهر ولا في احد هذا شوي لا الرجال مرجع عليه لا حاله ايش رجع عليه والله العظيم اعطيه ما في بطن موت والله ما وقف له بس تبى الصدق دقيقه خلنا بعلم ابو مبارك بعلم لي اول حاجه ابو مبارك ترى انا علشان التوظيف ايه انا يا طويل ارحب انا يا طويل العمر اول حاجه انت كصاحب مطعم ما عليك خطر ما عليك خطر خساره لانك انت ما تدفع شيء اللي يدفع الشركاء فانا 5% اول مشكله بينسحب فلوس مني احتمال تنسحب البلديه لانها تودع في البنك اليوم يسحبون الفلوس اليوم فهمت الفكره فهمتك 5% هذه وش تسوي لو جاء هامور ودقنا كم اجازف يمكن لو ربحت 5 ريال ويمكن فيها خساره فانا وش حدني تنسحب البلديه مني البلديه جايتني شو انت كمالك مطعم ما عليك خوف قل لا لانك انت ما تدفع شيء قل لا الله رسول الله احنا في برنامج وكلنا يدور مصلحته صح ولا هي لا هي. ولكن خساره اخوياه ما حد يرضى لا ما فيها خساره الشيء الثاني طال عمرك الموضوع طال عمرك لو ان رفضي فيه ضرر لك لا ما ضرر ما والله ما بغى والله انت ما تريد غيرك بغى لكن اللي بقول لك شيء اقول لك فانت لا تحسب اني انا رافض في خاطري شيء لا والله العظيم ما تدري اصلا اللي تربح 1005 من ذي ولا تربح ولا اعطيك 50% من المطعم 50% من المطعم كم مو 5% 50% لا دقيقه 10% يوم كانوا اثنين جاهم ربح 150 ريال مدري 200 ريال يوم كانوا اثنين فالحين 3 و5% كم يطلع يمكن يطلع 25 ريال وفيها مجازفه انه يصير يمكن يصير خساره اي والله ما انا ليش اجازف لا انا اقول لك انا ما نويت والله اعطى 5% ادري انت قبل قد وظفت في البلديه ادري ما قصرت اعطيتنا رواتب قبل قلت بعطي راتب كم 50 60 وبعدين رفعت فهمت اني مستحيل ارضى اخوي يخسروني ادري بك والله العظيم لو ان شيء بيضرني والله لو انا شيء بتجازف برصيدك ولكن الشباب غيرك بغوا فهمت لا الشباب ما عندهم يعني ما عندهم بلديه انا اليوم لو دخلت معك شريك اليوم كم راس المال 4500 يعني بينسحب مني يمكن 1000 وشوي الليله تنسحب من حسابي ليش اجازف بكره عندي بلديه اهم من كل شيء بلديه اهم يا حبيبي كان الحمد لله الله يهدي الاخت الحمد لله على كل حال لكن بقول لكم حاجه الله لا يسامح من شوه سمعه الاسلام والمسلمين امين صدق الحين من اللي ما توظف سالم انت ما توظفت صح سالم والله العظيم سالم اذا متاكد مني اني برفع النسبه كنت متاكد مني اني انا متاكد والله اني متاكد لا احنا يوم كنا لا تدري لو طلبوني ذولا كنا نفاوض ما ودي اقطع سالفتكم ودنا نتقهوى شوي هنا ومنيف مسوي الشاهي الاصفر وين؟ بعد شوي تدشين له؟ جاهز البصير تدشين له لا 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 عادي كل شيء تدشين له سلامات عادي والله انه يستاهل تدشين والله يستاهل والله الشاهي انا قلت له قسم بالله العظيم واني حطه احنا كنا نتكلم في النسب ما شاء الله تبارك الله كنا نتكلم في النسب كنا اني والريال في الروز بعد طبعا كنا راكبين في السيارة يوم كنت اتكلم معك انا والدهلي مفاوضه والله مفاوضه لكن إيه؟ يعني بقول لك شيء والله العظيم اولا عبد الله والله ما يلحق والله ما يلحق هو ادري انا اريد اوضح شيء واحد اولا والله العظيم ما فرق بين حد كلكم غاليين اخويا والشيء الثاني بكره احنا بكره ما نوقف في ستيل واحد ولا حد بيطلع صح فهمت بيترشح الاول الثاني الثالث صحيح فهمت الرابع طال عمرك انا ليش سويت ذي الحركه ابغي مجازف اللي بياخذ حظه
انا ما اريد اختار واحد تحز في خاطر فلان تحز في خاطر فلان تحز في... لا لا انا ما اريد اختار والله الحمد لله ما قد حزت في خطر احد. لا اني قلت يمكن تحز فهمت الشيطان ترى شاطر ولكن انا بقول شيء صالح انت فكر اي والله اني قلت لك يا محمد تدري ليش انا ما انتبه 5% والله اني لو جارب من غير هامور من غير هامور قلت اليوم ها تكسب 50 ريال تسوي 50 ريال 70 ريال طب 50 ريال تفهم قول لا 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 لو جاء هامور يمكن 25 ريال انا ليش ينسحب مني اليوم 1200 ولا 1000 واخسر البلدية هو الريال يقول لا لا تنسحب من البلدية يقول الريال مو موضوع مجال ما ينسحب اه تنسحب من اللي يقول لك انا سأل. انا الشركة انا ابي هاي سنة رجال انا سأل. ينسحب يعني ينسحب رئاسة البلدية ايه لا لانه الربح انت هو يتكلم عن ربحك خلال الاسبوع خسر انا ما ابي اسحب لا لا طق وبنروح لمصطفى وياك بس صالح اخي انا سالم انت بكره رئيس البلدية صح بتقول محمد انا يا عيال ترى بوظف بخمس ريال ترى انا بوافق مو شيء الحين محمد البلدية ما في مجازفة اي صح حلو صح صح خمسة ريال انا ضامنها ايه بس انا هل اضامن راس مالي ما يروح لا الشيء الثاني هل هذا الشيء فيه ضرر لعبد الله بن دفنه لا على الشرع ما في ضرر لعبد الله بن دفنه على الشرع انا بالنسبة لي نايف ثمانية والله لو شيء ضرر ادري بكان كول واحد بالنسبة لي اخترت الشركة منيف ما شاء الله تبارك الله كسب قبل والله يا جماعة خير انكم كلكم ما يحتاج انا مرضى يا عمر فارس ليش انا اخترته بس على اساس توضيح فارس رصيده نازل صحيح سعد نفس الحكايه نازل صح اعوذ بالله منك ابليس عبد المجيد نفس الحكايه نازل وابي اطبق الموضوع حب لاخيك ما تحب نفسك ود نعم الله أكيد سبحان أكيد. الله والله العظيم ثم والله وبعدين اللي ما توظفوا بكره البلديه عندي وبيتوظفوا غير كذا ما في شك ودي ان احنا كلنا نتنافس على المركز الاول وباذن الله سعد ايش اسمه سالم الخنفري محمد الدهلي محمد المسعود جاكي من بعد انا بشوف الدار سدتهم نازله اي روح شبه مصطفى اي بشوف مصطفى بوظف مين قلت لي جاكي سالم محمد المسعود بشوف لا رصده لا قل خلاص ما تحد خلصنا ترى ما ستة وخمسة ستة كم 12 باقي اثنين منهم الاثنين بندر العلي بندر العلي ومين مين 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 أقول يلا برزق ما لحد فيه منه ينسي المحتاج وإيش كان محتاج ولا والله العظيم ما كنت ما كنت ناوي أني أخليها على الخمسة غريبة من الناس عبد الله بن دفنة من الناس اللي ما قاطع في الشعر سبحان الله شوف الحياة تغير شوف الحياة كيف غاشية الشيخ فزاع يقول ايه شو يقول يلا برزق ما لحد فيه منه يا سلام ينسي المحتاج وش كان محتاج يا سلام يلا برجل اللي يصد عنه يذكر موقفنا ابدعه وحاج يا سلام الليل موحش والعرب مستكنه يا سلام من اللي قال يا شيخ فزاع من اللي حمل قعدان هناك قال الشيخ فزاع يقول اسمع اسمع نغير المود شوي كذا صوت تحميل قعدان أنا عندي كلام أريد أقوله لا لا تقول اللي بخاطر لا لا عجبني كلام أريد أقوله لا عجبني كلام أريد أقوله لا اسمعني لا قل له طيب قول شبابه يقول خالفني واختلف عني عني ما يقصيده يقول خالفني واختلف عني يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا أو كنت سنيا أو حتى كنت من دون معتقد أبيضا كنت أم أسود فقط كن أنت ولا تكن هم الله فهمتها؟ فقط كن أنت ولا تكن هم أيتم توظفت معك على الدرابة دي دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم يا ابن آدم خلقك الله مختلف فبربك وباختلافك اعترف كن خليفة الله في الأرض باختلافك ولا تتبع ذاك القطيع يا ابن آدم عش حرا هذه الدنيا تتسع للجميع يا سلام شرايك كلام كلام جميل والله العظيم محمد تعبان لا تعبان غيره تدري على النقطة هذه بعلمك شيء لا 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 تدري تدري من الإنجاز اللي صار في أيام الطير في البرازيل كانت فقر كانوا مشهورين بالكورة وإلى الآن فقر وإلى الآن تدري في أحد لعيبة الكورة القدام اللي بدون ذكر اسمه عشان يمكن في شيء اختلاف يعني نأخذ منه قصة نجاحه بس احنا نستفيد منه قصة نجاح نختلف معه في المعتقدات نختلف معه في المعتقد نختلف معه في كل حاجة بس في قصة نجاح نستفيد منها صحيح تخيل وش كان وش كان كان وش كان يتفرج مباراه البرازيل حلو منو هذا بيلي بيلي حلو اوه كان يتفرج مباراه البرازيل وكان يتمنى انه يلعب مع البرازيل حلو تخيل امه مره بالمرات شغلته وين في بيت واحد بطران كان شغال عند واحد هو صغير ولد صغير يوه. شوف القصة حقت بيلي انا استوى غريب شوف ايش صار فيه تخيل يجي يشوف الناس يلعبون كرة كان يهينونه يعني ناس يلعبون كرة يهينونه في جهة دوري حواري
ايش سووا؟ لعبوا كوره، لعبوا، اشتركوا في الدوري، الفريق هذا اشترك في الدوري اللي هو بيليه ومعاه اخوياه وكلهم فقاره وما عندهم جزم الله يكرمك يشترونه. فراحوا اشتروا جزم، راحوا سرقوا جزم ما اشتروا بعد عشان يلعبون كوره. طبعا مو معناه انك تسرق، مو معناته انك تسرق، بس شوف ايش كان يعني. هذه يصادف المقوله الوسيله الغايه تبرر الوسيله، ولكن هذا ما هو من ديننا. اسلم. فجات من اللي اشتركت الفرقه الثانيه، الفرقه اللي كان يشتغل عندهم هو. ايوه كانوا بطرانين وجزم وطقم وذا. فرقه نادي قصدك؟ لا فريق، كان فريق حيوي صغير. حلو. فهو صغير وكانوا يلعبون 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 لين وصلوا النهائي، فكان هو مشهور في اللعب. لا صدق اتكلم والله معك صحيح. فيوم وصلوا لين النهائي وفازوا في الدوري هذا حق الحواري الصغار وفازوا، كان بيليه واخوياه الصغار كانوا يسرقون حاجات عشان يشترون جزم، يشترون ملابس، يشترون كاس. شوف كيف ربي يغير. فدروا عنهم ولحقوهم، تخيل حتى ما لحقوا ياخذون الكاس. عقب فترة كان في واحد واقف في نفس الدوري اختار بيليه، قال انا اختارك يا بيليه تلعب معنا في فريق من فرق البرازيل، احتاجك تلعب معي. قال اوكي. بيليه راح فودع اهله من هذا الكلام وروح معه. تخيل يوم راح يتمرن بدا يلعب في البداية اللعب عادي، بدا الاساسي هو عمره يمكن 17 سنة و 16 سنة، خش منتخب البرازيل هو عمره 18 سنة او 19 سنة. ايش اللي صار؟ تخيل ما لعب الدوري كامل على ما اظن، لعب النهائي بس، ما ادري ايش صار. دخل الجول، جاء النهائي قال العب، فخش كذا فهمت المنتخب البرازيل وشيء صعب. النهائي ونهائي. فاول ما خش تخيل صار يستلم الكوره تتلكلك شوي فهمتني، صار مدرب ورا يقول له يعني العب لعبه السامبا حقت البرازيل، السامبا اللي هي المهارات حقتهم، رقصه السامبا، رقصه السامبا لعبهم ويلعبها. لا بدايه المنتخب للنهايه فهمت. في النهايه يوم سجل وفاز بالمنتخب حق البرازيل وشالوه وحطوه فهمت، ذكر قصه نجاح، قال انا كنت من لا شيء الى شيء. فالمنتخب البرازيلي لما خش المنتخب من اللي كان الكابتن حق الفريق المنتخب؟ توقع مين كان؟ ما. كان اللي كان شغال عنده الشخص هذاك البطل، كان معه في المنتخب. فكانوا كلهم في يعني في الملتقى حق الاعلاميين والملتقى المدربين واللعيبه كانوا يقابلون مع البطران هذاك، وبليك كان دائما ماسك زاويه جالس فهمتني، يعني ما حد يقابل ما حد يعرف. علشان كذا بعد الجول هذا لا تيجي من اسطوره كره القدم البرازيليه، والان اسطوره بيليه اسطوره. اللاعب ميسي اللي نختلف معاه جدا، اختلف معاه اللاعب هذا، تدري انه كان معاق؟ يعني مريض قصر سرطان. نمو. لا معاق. قصر نمو، يعني من قصر النمو الحين. معاق ولا سرطان ولا قصر؟ لا لا قصر نمو. انا مطلع على قصته، نمو في عضلات الرجل ما الحين. لا 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 صح، لا قصر نمو. تعال 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 طلعت عليه. لا انا طلعت عليه انه كانت اللي طلعت عليه انه كانت رجله. تعال 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 لا 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 وهذا معه قصه معاناه مع مع القهوه. يا جاكي منيف هناك؟ ايه لحاله؟ فتخيل لحاله. ايه فتخيل تبغانا نروح لمنيف؟ خلو خلو بيجي بيجي ماله. فتخيل شوف القصه كيف انه هذا الشخص خليه 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 جو. ايه تخيل شوف القصه كيف، شخص من لا شيء وكان تعبان وكان عنده قصر في النمو افضل لاعب في العالم. ترى هذه قصص نجاح جدا، لا شيء يوقفك عند حدك. من راح اجيب لك هذا معك هناك؟ يلا عبد الله بن دفنه. عبد الله قصه نجاح، عبد الله ما انت عش معنا في التفكير. ما حلف اي بالله بروح اجيب القدح. رايكم امر عشت ايام هناك. اسلم يا فارس. ما تبي سما محمد. دقيقه بس ابو محمد، دقيقه بس يا ابو محمد. متى اخر مره حلبتوها؟ الظهر. الظهر ولا العصر؟ وحوارها عنده ولا طلعته؟ لا والله ما حلبتها. لا والله ما حلبتها. لا خل خل لا بس حوارها عنده. السلام عليكم. سلام. سلام. السلام. شمله. اقول انا على المقاطعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. سعد السبيعي بغناء. يا اخوي انت كان معك عصا غدارة. ايه. كانت معك غدارة صح؟ وينها؟ ايه. وينها؟ انا نسألك. أنا أتهل فهد بفصلة يستاهل وبيكمل الموضوع أخوي نيف. عكس ولا في شيء؟ هذا مشيل لك الشيخ فلاح بن فايز بن جفران. نعم والله معروف هذاك غدارة مذهبة تستاهل. سلام تستاهل أبو غنى والله تستاهل. بروح أجيب لك ما شاء الله أبو غنى. تستاهل أبو غنى. على بيك يا صالح. صالح لا ترد دقيقة. من هو هذا؟ مثل ذا الأشياء ما تجي إلا في مناك. بيض الله وجيه وبيض الله وجه الشيخ فلاح بن جفران. والله العظيم إني يوم إني هديت على أبو فصلة ما هديت إلا من غلا ومن محبة. تستاهل هذه هي بيض الله وجيهكم ولا انتم لا انت تستاهل جعلكم ما تسلمون بيض الله وجيهكم تستاهلون الطيب.
تستاهلون الطيب. عاد لي فتره يلا خلاص مشان يلا اسمع خلاص احنا اسمع نيف نيف تستاهل يا ابو غنى. في دي عصا وياخذها. راح ندور المفاجات الثانيه. في مفاجاه ثانيه. احنا حنجيب مفاجاه ونجيكم. عندك مفاجاه؟ هلا خلاص لا يهمك انت. شو نجيبك شو نجيبك شو نجيبك شو نجيب لك شو نجيب لك؟ اي احنا بنفاجئ ابو مبارك بخمازه. مفاجاه شيء مهم. تستاهل تستاهل عيال. مفاجاه يا عيال. ما ادري ابو محمد عثمان عمر احنا بنجيب مفاجاه. لا طوير ايش سوى؟ صار ممثل وقع مع مسلسل بعد برنامج. يا عيال ابو مبارك ابو مبارك بنجيب المفاجاه عبارة عن إبرة غزة بخد عشان تطلع غمازة. معلومية ترى الطير ايش يمثل من زمان ما شاء الله عليه. هلا أنا أطلس إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. أنا بدافنه والله. تستاهل سعد الطيب والله. الله يسعدك. إي والله. طبعا تو جبت خبزة جبت خبزة وقهوة أنا عشان بدل الطرط وذول عشان احتفالية. هذا الرجل يحرجك بطيب. طيب والله العظيم ان تعال 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 وين رايح؟ هل هالهدايا تزيد عندنا غلا من غلا اهلها. اي والله اللي هدوء. والله تسلم. وعشان المناسبه هذه نذبح لكم ان شاء الله بقره. بهالمناسبه بقول شيء يا رياجيل. المناسبه عمر انت و لا شباب لا يهون من يسمع. مثل الشيخ فلاح بن جفران الله يطول في عمره في مثل ناس من واجد محبين لكم. الله يسعدك. في بعضهم ترى يبغى يمكن يرسل لكم هدايا ولا يدري كيف الطريقه، بعضهم ينتظركم لين تطلعون. الدرعيه بعضهم اسمه لا نهايه العماريه نهايه العماريين محبينكم محبينكم واجد. اوكي اسلم. سمعتوا؟ الله يسلم المحبين. هذا ندل على شيء يدل على اللهم لك الحمد الله زرع محبتنا في قلوب الناس وهذه نعمة تحتاج للشكر دائما. ففي ناس تبغى تهدي في ناس كثير تبغى تعبر عن مشاعرها لنا وبعضهم يمكن ما يدري وشلون يعبر. يا سلام. فحنا بنوصل ان ترى لهم في قلوبنا. اي والله دبل ما في قلوبهم لنا. احنا ما جينا الا عشان لبى قلوبهم. واحد من محبينك. اي والله يا لبى قلبك. منيب 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 اخوتك بس. منيب عيدي يا دار اخونا. عيدي يا دار اخونا. اوصف اوصف الطريقه بالدرعيه كيف؟ نهايه العماريه بيحصلون دوار، بعد دوار يمشون سيده، بعدين ان شاء الله يلفون اول لفه يمين يمشون سيده بيشوفون القريه. قريه اوكي خلاص اعطيتهم الدرب لا تخاف. اوكي استمر استمر مركب كذا. الله انت متى تفاجئني؟ ها انا كل ما اجيب كيكه يجيبوا كاتب. انت متى بتفاجئني مفاجاه؟ اسم هذا احلى مفاجاه حبيبي. والله مسك الله والله مذهب. تسلم والله والله اني لا تدري ايش قاعد اقول. عبد الله بالدمنه ما شاء الله الساعه حلوه يا اخي. ليش هذه عبد الله الجميري اعطاني اياها هديه. والله اي والله عبد الله الجميري اتوقع تكون فارس زد رصيدك انت. باذن الله اني فارس زد رصيدك لانها انتقلت من فارس الى فارس. باذن الله اني فارس. استاذنكم بس احضرتني بيتين. سلام سلام أسلم. يقول لا نشتوني عن العربان. عربان لا نشتوني عن العربان من هو فعله يعجبك فيهم. قلت ما غيره ابن جفران اللي بفعله مشقي. هاي عدها عدها عدها. لا نشتوني عن العربان من هو فعله يعجبك فيهم. قلت ما غيره ابن جفران اللي بفعله مشقيهم. يا سلام الله تستاهل. بيض الله وجهه والله لو اشكره من اليوم لبكره ما وفيت حقه. طبعا يا الربع احنا نمزح ترى قبل شوي يعني قاعد انا وعمر وسعد ترى والله اني امزح في الوصف حق الدرعيه ذا. والله احنا قاعدين نمزح ونضحك ونطقطق. انا اسمع اتوقع العالم الرجال يعصب البارح عشان كاميرات انه في جديد الحين. منو؟ يعصب. منو؟ واحد. منو؟ لا عشان لا هذا يومي غلط. انا دائما الناس يقولون غلط. الا اني اقول اسمه محمد منيب. شغل 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 ايدي اي محمد منيب. طيب اعطناها بصوتك لايف يا اخوي. لا عيد عشان نلعب عليها عشان ما عليه. بس دقيقه انا اعلمك انا لو تعطيناها لايف بصوتك الحين جابوها عشان تلعب كذا نلعب. عطنا صدق صدق تكفى. عطناها لايف. عطناها لايف لايف عيد. عطنا لا لا مو عيد لا نغير عشان خلاص والله تهدي. ولا لا بالعكس ترى اللي انشدته ذاك اليوم يوم موجود ذا محمد اسمه بن زميع اي حق تيش اللي انشدته انت وياه
وش؟ قلت يا اهل المتى يشبع طلوب متى يشاء. لا ما جابه شلون تكسر نسيت. في وحده له اللي هو صالح اللي انتم صالح. ايه حقت يا حروف الاخطاء. ايه والله حلو مره. هذه سعد اللوش قال يقول والله حلو مره مره. ابشر سعد يا اخي. لا بس لا تقولها شعر قولها باللحن. لا عطنا هاي. اه يلا. اه ذكرني ب يلا يا حروف الاخطاء ما يا ذنب حرف الالف ما هو بذنب الكبي يشيل ذنب الصغير هذا انا الجالس ليوم كل وقف فدرب لا 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 جثث المسيح يا مصعب العمر لا مصارف المنتصف لا بهجه لا تصغير ولا وقارات كبير تحبك الارض لو الارض ما تعترف وانا ولد الارض واحبك احبك كبير ما طار الانسان من نفسه ولا قد عرف الا انت من يعرفك يعرف بعد يطير خلوها والله اقول اسس فرقه ليه ليه اتمنى والله ما حد ياخذ